أداء النشاط العلمي للسنة الرابعة ابتدائي. إذن اليوم عندنا الحصة الثانية من الدرس الرابع والحصة الأخيرة في هذه الوحدة. الأمر يتعلق بموضوع أغير مكان الأجسام. إذن أغير مكان الأجسام في الصفحة 61 من كتاب الفضاء. إذن ننتقل إلى الصفحة 61. إذن هدف هذه الحصة أن يفسر المتعلم أن تغير مكان الجسم يرجع إلى قوى مؤثرة عليه. إذن كما سبق أن تطرقنا في الحصة السابقة، إذن هناك قوة جذب وقوة دفع. أن يتعرف أن الآلات البسيطة تجعل حركة الأجسام سهلة. نعم، إذن ألاحظ وأتساءل لتحريك جسم من مكانه دون عناء نستعمل بعض الآلات البسيطة. إذن أسجل سؤالي وفرضياتي. إذن في هذه الصورة نلاحظ بأن هذا الشخص يحرك هذه الصخرة دون عناء، يعني وهو مرتاح، ولكن الذي ساعده هو هذا القضيب الخشبي أو الحديدي وهذه الصخرة أيضا. إذن هناك فيمكن أن نحرك الأشياء بآلات بسيطة ودون عناء. إذن السؤال المطروح اليوم، كيف نغير مكان جسم دون عناء؟ إذن بطبيعة الحال يمكن ذلك باستعمال آلات بسيطة مثل هذه العمود، أو مثلا البكرات تساعد على تسهيل الحركة إلى آخره. إذن ننتقل إلى النشاط الأول، في أفكر ثم أنجز. أضع سيارة لعبة فوق لوحة خشبية كما هو مبين في الرسم جانبه. إذن أولا أفكر في كيفية جعل اللعبة تنتقل من الموضع ألف إلى الموضع باء، وأسجل اقتراحاتي ثم أنجز التجارب. بطبيعة الحال إذن دون لمسها، إذن يجب أن نحرك، كيف يمكننا أن نحرك السيارة اللعبة دون لمسها بطبيعة الحال، وذلك برفع اللوحة الخشبية وذلك برفع اللوحة الخشبية قليلا. إذن غادي نرفع الخشبة واحد شوية. إذن هنا شنو غادي نخلقو سطحا مائلا. إذن أي جعلوا اللعبة تتحرك بفعل المستوى المائل. إذن هذه التجربة يمكن القيام بها داخل الحصة الدراسية. ثانيا أفكر في كيفية جعل اللعبة تنتقل مجددا من الموضع ألف إلى الموضع باء دون لمسها. دونك هنايا بطبيعة الحال، دونك هنا إذن بطبيعة الحال هذا الجواب هو السؤال الثاني. أما في كيفية جعل اللعبة تنتقل من الموضع ألف إلى الموضع باء دفعها، إذن الجواب ديال هذا السؤال هو دفعها. أما الجواب ديال هذا هو هذا، إذن ننتظر. إذن في السؤال الأول ندفع اللعبة فتتحرك من الموضع ألف إلى الموضع باء، أما دون لمسها فيمكننا برفع اللوحة الخشبية قليلا وبالتالي خلق مستوى مائل وبالتالي ستتحرك اللعبة. إذن أسجل اقتراحاتي ثم أجرب وأستنتج. إذن ماذا نستنتج؟
إذا نستنتج أن على المستوى المائي تتحرك الأجسام بفعل الأجسام بفعل قوة الجاذبية دون لمسها. بطبيعة الحال قوة الجاذبية فيتغير موضعها، فيتغير موضعها. إذن هذا هو الاستنتاج. ننتقل إلى النشاط الثاني. قد يتعذر علينا أحيانا تحريك جسم معين، فنستعين ببعض الآلات البسيطة لتحريكه، أسمي الآلات المبينة في كل صورة. إذن أسمي الآلات، إذن هنا الآلة التي ساعدت هي البكرة، والقوة التي بطبيعة الحال المستعملة هي الجر. في هذه الحالة المطرقة هي التي تساعد على إزالة المسمار، وهنا كذلك الجر، قوة الجر. بالنسبة للحالة الثالثة العجلة ساعدت على تحريك هذه العربة، والقوة بطبيعة الحال هي قوة الدفع. إذن ننتقل إلى التخليص. استعين بالمفردات الآتية: تغيير مكان جسم، الآلات البسيطة دون عناء. إذن تساعد بعض الآلات البسيطة على تغيير مكان جسم دون عناء. يعني كيمكن واحد الجسم مثلا نغيروا له المكان نتاعو، اولا يعني نحركوه بمشقة، ولكن هناك بعض الآلات البسيطة كتساعدنا. إذن هذا هو الموضوع ديال هذه الحصة. إذن بالنسبة للاستثمار، هو تتمة ديال الاستثمار الحصة السابقة، حيث كنا تحدثنا عن السيارة اللعبة، كيف يمكن تحريكها بفعل الطاقة الكهربائية. إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة، ونكون قد أنهينا دروس هذه الوحدة الرابعة، لننتقل بذلك إلى تنمية التعلمات وتقويمها ودعمها في حصص لاحقة بإذن الله.